الموضة اليوم الكيمونو، ومثل ما شايفين لبسة كيمونو كتير حلو ديزاين H ريتشل، ومعنا غادة القيمة على الموضوع وصاحبة المكان بدها تخبرنا أكثر عن الكونسبت. هاي غادة. هاي. الكونسبت هو كيمونو اللي هو هلأ ترند كتير، يعني كتير على الموضة هلأ. اللي جربنا شوي نعطيه فرق، اللي جربت ريتشل تحط توش جديدة أكتر بالقماش، يعني إذا منلاحظ الباليت كلها مدروسة، القماش كله في شوية اتنيك وفي كتير إشياء غرافيك، يعني منشوف التوش، وكمان بالأكسسوار يعني كل التخريجات شوي ارتيزانال. دونك عملت شوية ميكس بين الكيمونو وشوي العباية، بس أكتر خلينا نقول كيمونو لأنه أهين على اللبس، يعني وبينحط على كل شيء، أنه على بكرة بينحط على فستان قصير، على شورت، وكمان بالسهرة إذا على أشياء عبية يعني شوي أكتر سواغ إذا بدنا نقول. إيه كمان عم ينلبس الكيمونو بكل سهولة بكل السهرات والبيتش بارتي وحتى بالأشياء اللي كتير. مين ريتشل؟ ريتشل ديزاينر اليوم عم بتقول ايه لبنانية، بس عندها هيك لاتوش ان بو ازياتيك اذا بدك. يعني دوماج منا معنا اليوم، بس بكره رح تكون كل نهار هون. اذا بنلاحظ حتى باللوجو بنشوف انه في لاتوش ان بو شينواز، ان بو كيمونو، ان بو جرافيك. دونك جربنا ندرس كل شيء. هلا بصراحه هو انا اشتغلت على البراند، وريتشل اكيد على كل التيب والتيسو كل شيء، وحتى الخياطه ارتيزانال. والالوان غادة، مين نقى الالوان وال ريتشل؟ اكيد التيسو كله مشغول افيك لي اكسسوار والديتاي، يعني في كثير دقه بالديتاي. اذا بتحبي فرجيك شوي، اذا بناخذ هون بتشوفي يعني لو ديتاي تبع التخريج كله ارتيزانال. ومثلا هيدا نيود كثير على الموضه، اي سي سي كوم سا. و بس بدي اسال عن الشوب، انتم عندكم شوب بتبيعوا ولا اونلاين؟ انستا بعدنا اونلاين، بعدنا بس سوشيال ميديا. وقد ايش صار لكم مبلشين؟ هلا انطلقنا، يعني اول انطلاقه من هون من الفلاش باك من معرض البرنتانيا اليوم، وان شاء الله اكيد بيكون سكسي بتخيل، لانه في كثير دقه بالشغل. فكره مين الكيمونو والتطريز وتفوتوا عليها ارتيزانا؟ فكره راشيل كله مع الديزاينر يعني.